يلا نتكلم شوية بقى عن الاحتفالية وتشجيع الرئيس الكبير جدا لكل القادرين باختلاف. حسيتي بإيه النهاردة يا إيناس؟ لا، إحساس ما يتوصفش. النهاردة أكني أنا اتولدت من جديد. إحساس طبعا كان صعب جدا. كنت فرحانة قوي 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 وأنا مع فخامة الرئيس. انت عارفه طبعا الاحتفاليه دي بتتكرر كل سنة. والرئيس بيعتبرها دلوقتي عيد من الاعياد الوطنيه. ده بيحسسك بايه؟ حاجه جميله جدا، بيحسسنا وضعنا في المجتمع. اللي احنا لينا قيمه في المجتمع. ما فيش شك، انتوا ليكوا كل القيمه في المجتمع. متحرمش من حضرتك. طيب.